بين حواجز الحديد وسط سحب الدخان المنبعثة من القنابل المسيلة للدموع، يشبك أبي ونيك يديهما ناسجين قصة حب ولدت في حمأة الاحتجاجات في هونغ كونغ هذا الصيف. وقد التقى أبي ونيك وهما اسمان مستعاران في الجامعة في حزيران يونيو تزامنا مع تسيير أولى التظاهرات ضد السلطات المؤيدة لبكين، ونما حبهما مع توسع الحركة الاحتجاجية التي استحالت أكبر تحد للنظام الصيني منذ استعادة السيطرة على هذه المستعمرة البريطانية السابقة في العام 1997. وطور الثنائي الشاب على مر الأيام من أساليب التظاهر، إذ ينطلقان سوياً للمشاركة في الاحتجاجات ويرتديان أزياء التظاهر داخل مراحيض مركز تجاري، بما يشمل الملابس السود والأقنعة الواقية من الغاز ونظارات الغطس للحماية من القنابل المسيلة للدموع. وينادي الطالبان بالسحب النهائي لمشروع قانون يسمح بترحيل أشخاص إلى البر الرئيسي للصين، كان قد أطلق الشرارة الأولى للتظاهرات في مطلع حزيران يونيو قبل تعليقه في وقت لاحق.